بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سؤالنا على التوربو فان. The following data apply to a twin spool turbofan engine. عندنا الفان يقودها اللو بريجر تيرباين والكومبرسر يقود الهاي بريجر تيرباين. عندنا بعض المفاهيم الجديدة هنا بالتوربو فان ما كانت موجودة عندنا بالتوربو جت، اللي هي اوفر اول بريجر ريشيو. الاوفر اول بريجر ريشيو يقصد بي اعلى بريجر خارج من الكومبرسر مقسوم على يعني البي او 3 الى البي او 1 اللي هو داخل الانجن. والفان بريجر ريشيو اللي هي يقصد بها الريشيو بين البريجر اللي خارجه واللي داخله الى الفان بي او 2 الى بي او 1. ايضا باي باس ريشيو ام كولد اللي هي نرمز لها بالرمز بي كابيتال ام كولد الى ام هوت، ونعطينا ايضا التيرباين الى تمبرتشر اعلى درجه حراره خارج من غرفة الاحتراق وداخل الى التيرباين. نلاحظ هنا نعطينا الفان كومبرسر ان تيرباين بوليتروبيك افشنسي، اذني الفان والكومبرسر والتيرباين نعطينا انهم بوليتروبيك افشنسي اللي هي قيمتها 0.9، ونعطينا الايزنتروبيك افشنسي المن لتو نوزل اللي هو الهوت نوزل والكولد نوزل. اذا نعطينا الميكانيكال افشنسي لتو شيفت ايتش سبول 0.99، والكومبستشن بريجر ري لوز عندي خسائر بالبريجر خلال الكومبستشن ايضا قيمتها 1.5 بار، ونعطيني التوتال ماس اللي داخله الى المحرك اللي هي 215 كيلوغرام بير سكند. يريد من عندي الثراست والسبيسيفيك فيول كونسبشن اندر سي ليفل ستاتيك كونديشن. هاي الاندر ليفل ستاتيك كونديشن نقصد بها انه البي او 1 راح يساوينا بي اي والتي او 1 راح يساوي لي التي اي. اول خطوه نقوم بها بالحال نطلع الفاليو مال البوليتروبيك افشنسي اللي هو ان ماينس 1 الى ان للكومبريشن والاكسبانشن. الكومبريشن يعني الفان والكومبرسر، والاكسبانشن اللي هو للتيرباين لانه للنوزل انطاني ايزنتروبيك افشنسي. فلاحظ هنا فور كومبريشن الان ماينس 1 الى ان يساوي 1 على الكفاءة البوليتروبيك افشنسي مضروبة في جاما ماينس 1 الى جاما سب اي. هاي الاي يعني معناتها للاير، يعني الجاما هنا تساوين ايش قد 1.4. اما فور اكسبانشن نلاحظ الجاما ماينس 1 على جاما سب جي يعني هنا للغاز لانه التيرباين اجا وين ورا غرفة الاحتراق، فهنا الجاما ايش قد نستعملها 1.333. زين عندنا ستاتيك كونديشن مثل ما قلنا انه تي او 1 تساوي لي تي اي والبي او 1 تساوي لي البي اي. راح نبدا اول جزء اللي هو الفان. الفان اللي هو تي او 2 الى تي او 1، تي او 2 خارج من الفان، تي او 1 الداخل الى الفان، بي او 2 الى بي او 1 اللي هو قلنا عليه الفان بريجر ريشيو اللي قيمته 1.65. زين طلعت عندي التي او 2، الان التي او 2 ماينص تي او 1 نطلع هذا الديفرنس لانه راح نحتاجه بالحل. البي او 3 الى البي او 2 هذا شو يساوي لي؟ هذا يساوي لي الاوفر اول بريجر ريشيو مقسوم الى الفان بريجر ريشيو، لانه هذا البي او 3 الى البي او 2 هو نفسه يساوي لي بي او 3 الى بي او 1 مقسوم على بي او 2 الى بي او 1. نطلع تي او 3 الى تي او 2 يساوي لي بي او 3 الى بي او 2 مرفوعه الى ان ماينص 1 الى ان. راح نطلع تي او 3 وبالتالي هاي درجة الحرارة الخارجة من ال 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 من الكومبرسر، وراح نطلع أيضا الديفرنس فاليو هنا بين تي أو 3 ناقصا تي أو 2 قلنا راح نحتاجه بالحل. قبل ما أطب إلى الكومبرسر راح أتجه إلى الكولد نوزل، أكمل الكولد بعدين نتجه إلى الهوت. بالكولد نوزل أول شغلة نسويها بالنوزل نسوي تشيك، نطلع أول شيء الريشيو الكولد نوزل بريجر ريشيو اللي هو البي أو 2 إلى البي أي، يعني البي أو 2 إلى البي أو 1 اللي هو الفان بريجر ريشيو نفسه لانه البي او البي اي تساوي البي او 1. ونطلع الكريتيكال بريجر ريشيو، الكريتيكال بريجر ريشيو من هاي الفورما. نلاحظ هنا ايش راح نلاحظ؟ نلاحظ انه قيمه البي او 2 الى البي اي هي اصغر من البي او 2 الى البي كريتيكال، معناته انه شنو؟ انه الكولد نوزل از نوت تشوكينج، بالتالي فان البي اي ايش راح تساوي لي؟ راح تساوي لي البي اي. زين على مود اطلع الثراست مال الكولد نوزل راح يساوي لي الام كولد في السي 8 اللي هي 8 اللي خارجه مين من الكولد نوزل. شلون نطلعها السي 8؟ السي 8 ايش يساوي لي؟ يساوي لي 2 سي بي دلتا تي
تحت الجذر، وبالتالي لازم اطلع الدلتا اللي هي تي او 2 ناقصا التي 8. من اطلعها؟ اطلعها من الكفاءه مال الجيت مال النوزل اللي هي تي او 2 ماينص تي 8 على تي او 2 ماينص تي 8 ايزنتروبيك. وبالتالي هنا راح اطلع تي او 2 عامل مشترك من المقام، فتصبح علاقه ايزنتروبيك هنا ايزنتروبيك بالجيت ايزنتروبيك افشنسي، وبالتالي راح تطلع لي تي او 2 ماينص تي 8. راح اطلع السي 8 بعدها. الام كولد شلون طلعت لي هاي الام كولد؟ ام بي كابيتال على البي زائد واحد. عندي علاقتين، العلاقه الاولى اللي هي الام توتال شو تساوي لي؟ ام هوت زائد ام كولد. والعلاقه الثانيه شنو هي؟ انه الباي باس ريشيو راح يساوي لي الام كولد على الام هوت. اعوض وحده بالثانيه، راح اطلع الام كولد تساوي لي الام توتال في البي على البي زائد واحد، وكل معلومه عندي راح تطلع الام كولد. بالتالي راح اعوضها، يطلع عندي الاف ثراست، الثراست اللي هو كولد ثراست قيمته 52532 نيوتن. الان كملت من الكولد، راح تجي وين؟ الى الهوت عفوا. بالهوت الهايبرجر روتر، الهايبرجر روتر اللي هو قلنا انه الهايبرجر تيرباين دي يقود شنو؟ الهايبرجر كومبرسر. هاي العلاقه من جتني؟ هاي العلاقة هي الكفاءة الميكانيكية. الكفاءة الميكانيكية شو يساوي لي؟ الورك مال الكمبرسر على الورك مال من؟ مال التيرباين. الورك مال الكمبرسر شو يساوي لي؟ سي بي اي اللي تي او 3 ناقصا تي او 2 اللي هو الديفرنس تمبرتشر بين اللي داخل للكمبرسر تي او 2 والخارج اللي هو تي او 3. على من؟ على الورك مال التيرباين اللي هو سي بي غاز تي او 4 اللي داخل للتيرباين ناقصا تي او 5 اللي هو خارج من التيرباين. راح اعوضهن، راح تطلع لهاي العلاقه. انا شو تطلع؟ تي او 4 ناقصا تي او 5. الان هاي العلاقه طلع لنا تي او 4 ناقص تي او 5 من اللوبرجر روتر. من اللوبرجر روتر شو اطلع؟ نفس الشيء، اقول الكفاءه الميكانيكيه شو تساوي لي؟ تساوي لي الورك مال الفان على الورك مال اللوبرجر تيرباين، لانه قلنا اللوبرجر تيرباين دي يقود شنو؟ دي يقود للفان. فبالورك مال فان شو حيساوي لي؟ الام توتال في سي بي اي تي او 2 ناقصا تي او 1 مقسومه على الورك مال اللوبرجر تيرباين اللي هو شنو؟ الام هوت راح يدخل له سي بي غاز تي او 5 ناقصا تي او 6. شو حطلع من هاي العلاقه؟ تي او 5 ماينص تي او 6. زين، انا تي او 4 معطيني اياها بالسؤال، درجه حراره اللي خارجه من غرفة الاحتراق 1550، راح اطلع تي او 5. طلعت تي او 5 راح اقدر اطلع تي او 6. الان شو اطلع؟ اطلع البرجر، اول برجر اللي هو البي او 4 على البي او 5، البي او 4 على البي او 5 شو يساوي لي؟ تي او 4 على تي او 5 مرفوع على ان على ان ماينص 1، هذا بالهاي برجر تيرباين. زين، الان ايش راح اسوي؟ نطلع البي او 5 الى البي او 6. البي او 5 الى البي او 6 شو يساوي لي؟ يساوي لي تي او 5 الى تي او 6 ان على ان ماينص 1. زين، البي او 4 شو يساوي لي؟ الخارج من غرفه الاحتراق يساوي لي البي او 3 اللي داخل غرفه الاحتراق، ننقص منه شنو؟ البرجر لوس خلال غرفه الاحتراق. طلع عندي البي او 4. البي او 6 شو راح يساوي لي؟ البي او 6 الى البي او 4 هي نفسها شنو؟ هي نفسها البي او 5 الى البي او 4 في البي او 5 الى البي او 6، وهي كلها موجوده عندي. راح اطلع البي او 6. الان انتهينا من قيمه البرجر، الان وصلنا الى النوزل. ايضا راح اقول النوزل اسوي له تشوك، الهوت نوزل. اول شيء الهوت نوزل برجر ريشيو البي او 6 الى البي اي او البي او 1 نفس الشيء. والكريتيكال برجر ريشيو اللي بي او 6 الى البي سي من العلاقه، من العلاقه، وهنا دير بالك هنا الجاما ايش قد راح نستخدمه؟ 1.33 لانه عندي هوت. فهنا شو نلاحظ؟ هنا نلاحظ انه البي او 6 الى البي كريتيكال هي اكبر من البي او 6 الى البي اي، وبالتالي معناته انه البي 7 انه النوزل هم انشوك، والبي 7 راح يساوي البي اي. نروح الى قانون الكفاءه مال النوزل،
راح اطلع تي او 6 ناقصا تي 7، ما طلعنا هذا الدفرنس راح اطلع سي 7 اللي هي تحت الجذر 2 سي بي دلتا تي. الام هوت بنفس الطريقه اللي حكيناها قبل شويه راح انه نستخدم علاقتين اللي عندنا اللي هي الام توتال يساوي ام هوت زائد ام كولد، والعلاقه الثانيه اللي هي باي باس يساوي ام كولد على ام هوت. نعوض الوحده بالثانيه نحصل على الام هوت، نطلع الاف هوت اللي هي الام هوت مضروبه في سي 7. الان التوتال ثراست هو ايش راح يسوي لي؟ الاف كولد زائدا الاف هوت، اف كولد زائدا الاف هوت. ايش بقى لي اخر شيء؟ بقى لي انه اطلع السبيسيفيك فيول كونسبشن. هذا شلون راح اطلع على السبيسيفيك فيول كونسبشن؟ هنا أنا طبعا هو رايح الجدول، نطلع اول شيء الكومبشن تمبرتشر رايز، الزياده اللي صارت خلال غرفه الاحتراق اللي هي درجه الحراره اللي خارجه 1550 ناقصا اللي داخله يعني اللي خارجه من الكومبرسر 800 750. فالقله تمبرتشر للكومبشن شمبر 800 راح للفيجر، راح لفيجر او عندنا جداول احنا معينه راح نطلع منها قيمه الفيول تو اير ريشيو اللي هي الاف سمول، او نقدر نطلعها هنا من جداول، ونقدر ايضا نطلعها نسوي انرجي بالانس لغرفه الاحتراق. اذا انا اعطيني الهيت ريدكشن اللي يصير كميه الحراره الخارجه من غرفه الاحتراق راح اقدر اسوي انرجي بالانس واطلع الاف سمول، او هنا من جداول او شارتات راح يطلع لي الاف سمول تساوي لي اللي هي فيول تو اير ريشيو 0.0221. الاكتوال راح يقسمها على الكفاءه الميكانيكيه 0.99 راح يطلع لي 0.0223. زين الام هذا الفيول فلو، الفيول فلو ايش راح يساوي لي؟ الاف سمول اللي هي حصلناها الاف سمول اللي هي 0.0223 الاف سمول يضربها في الام في الماس، بس يا ماس الام هوت يضربها في الام هوت لانه هنا داخل الماس الهوت. هاي في 3600 على مود يحول من السكند الى من الى الاور. فالسبيسيفيك فيول كونسبشن يساوي لي الفيول فلو هذا الام اف مقسوم على الاف ثراست، الاف ثراست الكليه.